اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده يوم الاكل الصحي، كاتبين على باب الثلاجه الاكل صحي النهارده بطريقتك بقى، واحنا متفقين مع بعض من البدايه ان الاكله بتكون بنسبه تتعدى ال 50%، يعني مرحله اولى من التنسيق، يعني نعمل بقدر الامكان الدهون، نشوفها ايه اللي موجوده، النشويات ايه اللي موجوده، الحاجات اللي ممكن تؤدي للتخانه، لوزن، زياده الوزن، الكوليسترول وهكذا. معايا النهارده صدور فراخ، وكلنا متفقين ان صدور الفراخ اقل حاجه من البروتين الحيواني في الدهون. اذا جيلنا الجلد وبقى معانا صدور فراخ بالشكل ده كده، هنعملها النهارده مع بطاطا بوريه. البطاطا دايما في خانه الاتهام بان هي بتتخن، البطاطا مفيش مشكله منها خالص. البطاطا يعني البطاطس باللغه المصريه. البطاطس لازم طبعا لما نيجي نستخدمها لازم نسلقها في ميه بقليل من الملح علشان نشيل القشره بعد كده بعد ما تبرد ونهرسها، غنيه بالكربوهيدرات والنشويات. اما لو قليناها في زيت واستخدمنا معاها دهون وزبده، بطاطا حاره، بطاطا مقليه، فرايد وهكذا من قبيل، هي كده في موقع الاتهام. فاحنا هنا النهارده معانا بطاطا بوريه لطيفه وجميله. معانا شوربه طماطم النهارده هنعملها بالرز. شوف ازاي الطماطم قيمه غذائيه عاليه جدا، الطماطم فيها معادن، فيها فليفر حلو، من نقدر نحط لها زعتر، نحط لها ريحان، ولكن نحط لها شويه رز مع الشوربه اكيد هيكون لها طعم تاني، خاصه لو اتخلها كمان طعم الكرفس. معانا بقى المفاجاه النهارده اخواننا اللي بيحبوا ياكلوا بيتزا. هنعمل النهارده عجينه البيتزا بالدقيق الاسمر، كلنا عارفين الدقيق الاسمر دي النخاله والدقيق البر، دي المسميات بتاعته. هنشوف نعملها مع بعض ازاي ونضيف لها الفليفر الحلو اللي تقدري تاكليها بمشروم، والمشروم بروتين نباتي لطيف، تعمليها بلحمه، تعمليها بسي فود حسب الرغبه. تفاصيل النهارده والصحه تاج عروس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج، ولكن مش عايزين نخلي الموضوع انشا وكلام نظري، خلونا ننفذه عملي مع بعض بطريقه بسيطه وسهله ولكن بأقل تكاليف. هناخد فاصل او تروحوا بقى. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير كالعادة. ممكن ان احنا نعمل سفرة زي ما احنا عايزين، السفرة دي تفيدنا او تضرنا كالعادة. هنعمل مع بعض النهاردة صدور الفراخ روستو مع بطاطا بوريه. هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه، واعتقد ان الاكله دي بتناسب كل الاعمار، الاطفال وكبار السن. معايا صدور فراخ، معايا بطاطس اتسلقت بالقشره بعد غسلها جيدا، وبعدين سبناها لما تبرد وشلنا القشره وهرسناها. معانا بالشكل ده كده. ومعانا شويه فليفر من البصل والثوم والبهارات بتاعتنا، استخدامنا للماده الدهنيه النهارده زيت زيتون، لا سمنه ولا زبده. المقادير بسيطة وفي متناول الجميع، ولكن التكنيك العالي والخبرة الطهوية بالتأكيد لها إيه حركتها. تعالوا مع بعض نحط معلقتين زيت زيتون في الطاسة اللطيفة دي كده، ونسيبهم يسخنوا شوية. حلوة، ونتبل الفراخ تتبيلة حلوة ونبدأ نتعامل معها. أهو بالشكل كده، أدي صدر حلو كده. ممكن نجيب فراخ سليمه ونخليها عادي يعني اذا ما لقيناش الصدور دي في اي سوبر ماركت، ولكن هي موجوده دلوقتي بكثره، يعني منها صدور، من فخاد، في بتلاقي طبعا دبابيس وهكذا. ادي صدور الفراخ معانا بالشكل ده كده، واعلمك ازاي تعملي الفراخ روستو. روستو يعني الفراخ بتلاقيها تستوي زي ما هي ويبقى فيها الفليفر والطعم. هناخد التوم الحلو ده كده ونحطه على صدور الفراخ، معانا شوية صويا صوص. الله، طالما حطيت صويا صوص يا أختي ما تحطيش ملح، خلي بالك، حط في الاعتبار صويا صوص بتغنيكي عن الملح. حلوة أوي. شوية زعتر وشوية فلفل. دايما الروستو خلي المساحة مفتوحة والصورة مفتوحة انك تحط اي صلصه انت حباها، ممكن تحط صلصه الجبنه، ممكن تحط كمان صوص الباربيكيو، تحط مايونيز، تحط كاتشب، كترتي توابل. طبعا مش هتستطعمي اي صلصه انت بتحطيها. دي معلقه كركم، انا احب دايما الكركم بيدي لون حلو للروستو، سواء بتعملي ديك رومي، بتعملي اوزو صغير اللي هو الخروف الصغير، فلفل اسود كده اهو فريش كده على صدور الفراخ.
ونمسك صدور الفراخ دي يا عم الجميل، ليه نقلبها كويس بالخلطه دي كده. ما يمنعش لو في عصره ليمونه حلوه. تقدري تتعاملي مع سمك الفيليه بنفس الطريقه، تتعاملي مع صدور الفراخ بنفس الطريقه زي الفل. هنقلبها كلها مع بعضيها ونتاكد ان الفراخ كلها شربت من الصلصه دي. اهم حاجه ان في طاسه على النار بتسخن. الصدمه الناريه هنا بقى للفراخ دي بتعمل ايه يا عم الشيف؟ بتعمل عمليه احتباس للسائل بتاع صدر الفرخه او للسوائل اللي موجوده في حته اللحمه، تقوم تستفيد منها ناكلها تبقى طريه وتقطم معاك كده كانك بتاكلي فستق. شفت صدر الفرخه اتغير لونه ازاي؟ ما حطيتش ملح، خلي بالك حطيت صويا صوص. طيب نسويها ازاي بقى؟ هو ده التكنيك العادي، زي ما هي كده، مش نار شديده، لا بالشكل ده كده. حلو قوي. زي الفل. الصلصه اللي بقيه معايا هنا دي ما ينفعش ارميها، خلي بالك خليها على جنب. هي دي التركايه بقى، هي دي الخبره الطهويه بقى. هنعمل ايه فيها؟ زي ما هي كده معانا حله بتغلي على النار، دي معانا كل يوم بناخد شويه شوربه منها. شفت لون الشوربه متغير ازاي؟ طعم هنا، تركايه هنا، بصل، طماطم، كرفس، دي معانا كل يوم، باخد شويه شوربه منها كده واحطهم هنا في قلب الايه؟ الطاسه دي. كمان شويه عملتش حاجه يعني، بس خلاص. واقلب الحاجه اللي موجوده في الكسرولة دي واجهزها. علمتك ازاي تعملي اهوت فراخ روستو بطريقه جديده. دي التوابل دي خلوهم على جنب. اشوف الفراخ وصلت لفين هنا. انا بس عايزه تاخد لون عشان نبدا ان احنا نغطيها وتستوي على نار هاديه. ايه الاخبار؟ بص على الحلاوه، بص على الجمال، وصلي على الحبيب قلبك يطيب. حلو قوي. برضو اصبر عليها شويه. الصدمه الناريه اهم حاجه. ايه موضوع الصدمه الناريه اللي بنتكلم عنها دايما والفلاسفه يسالوا ايه موضوع الصدمه؟ هل هي الصدمه دي علشان تجي لها صدمه ونخلص منها؟ ابدا. كلمه صدمه ناريه لازم تكون الطاسه سخنه عندك او الجريل اللي بتشوي عليها او الحله، علشان لما نعمل الصدمه دي بنعمل احتباس للانسجه بتاعه الفرخه او اللحمه او صدر الفرخه او قطعه الفيليه اللي بنشويها، يقوم نحافظ على السائل اللي موجود جواها، ما تبقاش ناشفه، ما يبقاش بناكل حاجه فيها سفنجه وخلاص وناشفه من جوه. ده مهم جدا. عينيا. زي الفل. انا مستني بس تاخد لون وبعدين بشيلها بحط من الايه؟ من الصوص اللي انا مجهزه ده كده. عايزين تشوفوها قبل ما نحط الصوص بتاعنا؟ بص على الفرخه. شفت اللون ده كده؟ انا حافظ على اللون ده بقى. ما تاخدش لون اكتر من ده صدر فرخ، بس هو طبعا لسه ما استواش، خلي بالك. شوف ده كمان. حاضر عينيا. الطريقه الصح لعمل الروست. خدت لون ازاي بسرعه؟ ايوه ده. هي دي الفكره كلها. كمان دي، نشوف دي كمان. ونفس النار شغاله. زي الفل. لغايه دلوقتي كده دور الطاسه انتهى في التحمير. هناخد الصوص ده كده. الله، ركز معايا، هو ده. ننزل، ما ننزلش على الفراخ بقى، لا ننزل في جنب كده. ما تسيبيش حاجه في الكسروله اللي بتشتغلي فيها، انت اولى بيهم، خلي بالك. اللي انا بعمله ده لازم تعمليه في مطبخك. التوم ده عايزينه، والفليفر، الصويا صوص، زيت السمسم. ونغطيها بقى وننساها شويه، تشوف ايه اللي وراكي في المطبخ. ما تقعديش جنبيها بقى وتقولي ايه استوت ما استوتش، هتنتظريها هتحس انك واقف في المطبخ بقالك ساعتين. انسيها شوي. ونهدي النار عليها شوي بس خلاص. تعمليها بقى مع طبق مكرونه سباكيتي، ماشي، مكرونه بالوايت صوص، ماشي. جه على بالك تاكلي بيتزا حلوه وتحطيها على وش البيتزا تبقى كده توبنج للبيتزا، ماشي. دي كله يعني مع بعض مدرسه.
حابه انك انت تعمليها، تسيبها لما تبرد وتقطعها شرايح وتعمليها شرايح توست كده فطار الصبح يبقى لطيف ماشي زي ما انت حابب. اهم حاجه الطريقه اللي احنا شغالين بها دي زي الفل. هستاذن حضراتكم ناخد بعدنا ونطلع فاصل عشان عندنا تفاصيل في المنيو بتاعنا النهارده، والمنيو بتاعنا النهارده ما فيهوش تكلفه كتير. انا حبيت ما بقاش مبهرج في المشتريات بتاعتي، مش قصه ان انا اروح املى العربيه واجيب 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 وفي الاخر جوزك يفطر بقسماط وشاي الصبح، لا اهو بطاطا وفراخ، هعمل طبق جميل جدا نضرب له تعظيم سلام من الناحيه الصحيه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل عمل المعجنات، ولكن بطريقه صحيه بقدر الامكان. ولكن بيني وبين حضراتكم يعني بصراحه العجينه لو ما خدتش شويه لبن شويه زبده شويه سمنه شويه زيت زيتون حلوين كده بكثافه ما تبقاش فيها دسامه، انا ما بستطعمهاش بصراحه. بس ولكن عايزين نخس، عايزين نعمل دايت، عايزين نعمل هيلث فود، عايزين نعمل يوم صحي، مفيش مشكله لما نيجي على نفسنا ونستقبل العجينه دي كده. مقادير العجينه اللي هنعملها النهارده مع بعض مع البيتزا، المقادير على الشاشه دي اسمر حلوه قوي. 2 كوب عينيا، 2 كوب من الدقيق اسمر اسمر اللون، حلو الكلام، اللي هو الدقيق الدخاله ده كده بيسموه في دول الخليج دقيق بر، دقيق بر حلو، احنا بنسميه هنا دقيق اسمر، بيبقى مكتوب على الكيس دقيق اسمر اللي هو الدقيق فيه الحبه الكامله اهو موجود معانا. ايه الفرق بين الاثنين؟ علشان لو انت ما شفتيش الاسم مكتوب، الدقيق الابيض بيبقى بياضه حلو بالشكل ده كده، والدقيق الاسمر بنفس الطريقه. ماده الجلوتين اللي موجوده في الدقيق الاسمر بتبقى قليله شويه غير الدقيق الابيض، يعني تلاقي العجينه ما بتشدش معاكي، يعني ما يجيش مثلا اعمل عجينه عايزها تمط معايا او ان انا اعملها فطاير فطير مشلتت واعمله بالدقيق الاسمر، مش هينفع. فطير مشلتت لازم امط العجينه وافرتها وتبقى عجينه ورقيه، ما ينفعش اعمل كرواسون او باتيه بدقيق اسمر خالص. ليه؟ لان الدقيق الاسمر فيه كل الحبه الكامله، بتبقى ماده الجلوتين قليله، فاحنا هنا لازم استخداماته بحذر شويه وفي حاجات معينه. احنا علشان العجينه تتقبلوها في افراد الاسره والعائله الكريمه هنحط من الدقيق الابيض بتاعنا نص كوب على الدقيق الاسمر زي الفل مثلا العجينه دي كده بحط شويه كده دي مع معلقه خميره مع بيكنج باودر اذا انت حابه العجينه تبقى هشه ولطيفه، استخدامك معلقتين زيت زيتون وزبادي، ده في مكونات العجينه. عجنت العجينه والزبادي تشتريه من السوبر ماركت، زبادي اللي هو الدسمه القليله بس، خلاص الموضوع بسيطه. حلو، هناخد الدقيق ده كده ونفرد العجينه بتاعتنا اللي احنا عاملينها مسبقه دايت عشان تبقى متخبره. علامات التخمير هنشوفها مع بعض على الشاشه، مخرجنا الجميل واساتذه المصورين اهو، تعالوا مع بعض كده اهو، بص كده على علامات التخمير في العجينه. لقيت العجينه فيها مسام مفتوحه كده اعرف ان العجينه خلاص زي الفل. طب انا عايزها تتخمر، المسامر اللي هي الفتحات الصغيره الفتحات الصغيره دي هي دي الفتحات دي، وجود ان العجينه متخمره جاهز، بس للامانه يعزلها كمان لسه تقريبا 20 دقيقه، فاحنا هي تشتغل معايا. انا بعمل تريكايه كده عايز اعلمها لك، لو انت مستعجله على العجينه وعايزاها تطلع معاك بسرعه خلونا نتكلم عليها، ودي مهمه جدا ودي حصريا معانا وحقوق الطبع. الصينيه اللي هتخبزي فيها العجينه سواء تعملي سينابون تعملي بيتزا، الصينيه هنا دافيه اللي انا احط فيها العجينه اهي بالشكل ده كده، ما بسخنهاش ولا بحرقها، دافيه يعني ايدك تمسكها عادي بس الصينيه دافيه. لما انا احط فيها العجينه دلوقتي عمليه التخمير وعمليه تفاعل العجينه هيتم بسرعه، هي دي الحركه او دي التركايه اللي انا حابب حضراتكم تعملوها وانت بتعملي عجينه بيتزا او بتعملي فطاير. هنفرد العجينه بتاعتنا الحلوه دي كده بالشكل ده كده اهو، نحط دول فوق بعض وده دي اسمر هفرد بيه العجينه. البيتزا دي كل افراد الاسره تاكل منها، مش هنقول بقى اللي عاملين دايت والناس اللي عايزه تخس، بالعكس اهو شفت العجينه بتتفرد ازاي. عجنت عجينه نصيحه مني ما تقلبيهاش ولا تخلطيها الا انك تفرديها بالنشابه على طول علشان تتفرد معاك بسرعه شفت العجينه، طبعا تفاصيلها غير عجينه البيتزا المعتاد اللي احنا دايما بنشوفها.
وهي بتتفرد لوحدها. سؤال حلو جدا، ينفع نشيلها في الفريزر؟ ينفع عادي، مفيش اي مشكله، بس يعني العجينه، يعني اذا في باقي عجينه ما عنديش مشكله، ولكن انا ما بفضلش العجين يتشال في الفريزر يا اخوانا. واحنا ورانا حاجه، ما نخش المطبخ نقسم وقتنا كده كل يوم طوال اليوم، ساعه ساعتين في المطبخ. زي الشيف المغازي بيجي ساعه معانا اهو، محضر شويه حاجات، انت برضو حضريهم زي الفل. طبعا بتكون عندك الصينيه اللي انت هتشتغلي فيها، بتسيب العجينه تريح بالشكل ده كده اهو، حلو قوي. انا عايز اخد شكل كده، يعني نقدر نقول تقريبا نعمل ايه، هناخد الصينيه زي ما هي كده كده، حلو. اقسم ازاي كده بقى، عامل كده وعامل كده، واخد القطرين دول لبعض. شفت الحركه دي اللي انا عملتها دي؟ مهمه جدا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، شكل دائري كده اهو. ما انا اقول لك على حاجه، التعليم بيجي منين؟ من الممارسه. انا خدت نقطتين خارج قطر الدائره، وبالسكينه كده بوصل النقطتين دول لبعض، بيدوني ايه؟ بيدوني سيكل بالشكل ده كده اهو. خلص الكلام اهو. يلا العجينه. العجينه دي هنعمل فيها ايه؟ ما ينفعش ان انا ارميها. بلمها كده، عايزه تستخدميها تاني استنى عليها، اصبري عليها 10 دقايق 15 دقيقة، هتفرد معاكي بكل سهولة. عايزه تشيليها في التلاجة شيليها حسب ما انت حابب. العجينة معايا زي الفل اهيت. بجيب الصينية اللي أنا هشتغل فيها. طبعا الصينية هنا يا عم الشيف دافية شوية. أهي. اللهم صل على النبي. دي عملية تخمير سريعة كده. تخمير مفاجئ اهو، بحط في ارضيتها شويه زيت زيتون، حلو اهو، واعمل تركايه حلوه بقى، وده حصريا شويه زعتر في ارضيه الصينيه. يا دلعك يا مغازي، ما انا بطعم الدنيا حتى في ده. شوفوا نتيجه ان هي سخنت فيه شويه كده، كان الزعتر بيتحمر. ايه ده؟ ايه التفاصيل دي؟ التفاصيل دي لطيفه قوي على فكره. بصوا له حاضر اهو، حاضر حلو قوي اهو. اعمل ايه يا عم الشيف؟ اخدت زي ما هي كده اهو. اللهم صل على النبي، حلو قوي، واسيبها على جنب بس خلاص، واخليها كده على جنب اهو. وعندي مشروم، عندي صدور فراخ عايز استخدمها، عندي لحمه مفرومه عايز استخدمها، عندي شويه جمبري حلوين عايز استخدمهم، عندي حق سمك فيليه عايز استخدمه. التوبنج ده اختياري، بتاعتك انت بقى، انت كريمه واحنا نستاهل. معانا مشروب، طبعا بنعمل اكل صحي، نستفيد بالمشروب بما ان هو العمده بتاع البروتين النباتي. مشروب وامن وشكله حلو اهو. معانا يا عم الشيف بصلايه حلوه زي دي كده، بناخد منها شرايح، بلاش دي خالص مش عايزها. التوبنج ده بتاعتك، ولادك بيحبوا ايه؟ طبعا ده اختياري. معانا فلفل رومي اهو، برضو نفس القصه، بنقطعه كده. ممكن تحط صدر فراخ عليها، بس احنا معانا صدور الفراخ هنعملها مع بطاطا بوريه، ده اختياري برضو. الاولاد بيحبوا الالوان، حط فلفل احمر زي ده كده. الحاجات دي لازم تكون لوحه فنيه انت بترسميها علشان الولاد يحبوا الحاجات اللي بتعمليها دي، مع ان هي هيلسي، مع ان هي معموله بطريقه صحيه. والبيتزا كلنا عارفين طبعا، يا اما باللحمه المفرومه يا اما بتشكيله جبن، الجو اللي احنا عارفينه، ولكن احنا بنحاول ان احنا نحبب ولادنا في الاكل الصحي. احط ايه تاني؟ بس زي الفل تمام. يبقى انا حطيت فلفل وبصل ومشروم. التوبنج بتاع الصلصه اللطيفه عملتها ازاي يا مغازي؟ اهي بص على الصلصه الحلوه دي كده. انا بقى بعمل دايما صلصه البيتزا بطريقتي، وعرفناها من خلال السوشيال ميديا. ايه هي؟ بجيب الطماطم والثوم والبصل والزعتر، احمرهم شويه في زيت زيتون مع زعتر، وفي الاخر بجيب فول سوداني او لوز او كاجو، حاجه من الثلاثه، فول سوداني او لوز او كاجو، واطحنهم
وبنزل بيهم فين؟ على صوص الطماطم ده كده. اهو دي صلصه البيتزا بتاعتي اللطافه. اهو زي الفل. نقلب دول كده. حلو قوي. شفت الصلصه دي لطيفه، فيها كاجو، فيها عين جمل، فيها فستق، فيها فول سوداني زي ما انت عايزه، شويه سمسم، اوميجا 3، بذور الكتان، اهو برضو اوميجا 3 اللي هو بيتعمل منه الزيت الحار. كل ده يعني تجويد وتنوير وابداع في مطبخك. خلينا بقوله لك ده بجد، انت مش هتجيبي السمسم وتقعدي مثلا ايه تاكليه كده، الا اذا كان في مثلا في سمسميه في حلاوه المولد، في تحطها في حلويات على عيش، لا. ايه المشكله لو جبت حفنه من السمسم ضربتهم في الخلاط مع صوص الطماطم؟ ركزوا معايا يا اخوانا عشان الكلام اللي بقوله ده مش انشا وخلاص وبملى وقت في الحلقه، بجد والله العظيم انا بكلمكم من قلبي. انت تقدري من صلصه البيتزا دي تعملي مكون رئيسي لطيف وجميل اطفالك واولادك وجوزك، وانت كمان تستفيدي منه. على الاقل مش تنسي اسم حماتك. سمسم يعني اوميجا 3، يعني هيعالج الزهايمر. هتاخدي شويه سمسم تضربهم في الخلاط مع صوص طماطم مع التوم في قلب الخلاط، مش هيبان سمسم هنا بقى، هيبان هنا الطعم هنا جواها، فول سوداني، كاجو. احنا عارفين المكسرات في الهرم الغذائي بتتصدر القائمه الاولى في ايه؟ اوميجا 3 والبروتين اللطيف الجميل اللي هو الغير مشبع. هناخد المشروب ده كده ونحطه هنا. زي الفل. اللهم صل على النبي. لا مش هحط لها جبنه، انا هكتفي بالخضار ده بس كده وخلاص. ممكن فراخ، بس الفراخ لها مكان عندي، فانا مش عايز تبقى السفره كلها. واحد مش عايز فراخ بقى يقول لك انا بعمل رجيم، يعني عايز رجيم قاسي، فيكتفي بالمشروب وهكذا. زي الفل. ده بصل شرايح اهو، وانا بحب البصل لما يكون شرايح كده على وش البيتزا، البصل الاحمر بالذات. معانا فلفل رومي، بيتزا بيبقى لها شكل كده حلو، ممكن نحط زيتون، شرايح زيتون اخضر بقى، زيتون اسود اللي برضو لاولادك بيحبوه مفيش مشكله. انا بقول لك على الفكره وانت صاحبه القرار. هتيجي تقولي يا شيف مغازة انا هكتفي بالمشروب والعجينه بس، زي مارجريتا بيتزا مثلا بيحطوا لها صوص طماطم وجبنه وخلص الكلام، ماشي اختياري برضو. درجه حراره الفرن كام؟ 180، والطاسة عندي سخنة، خلي بالك اللي أنا شغال فيها. شوفي بقى اللي جاي، شوفي اللي جاي ده، ده مهم جدا. شوية الزعتر دول مهمين. اللي أنا بقوله ده مهم جدا. ده زعتر على الوش كده. لسه ما خلصتش عشان اللي جاي أحلى وأحلى. معايا توم. احنا مش بنعمل بيتزا، ده احنا بنعمل اختراع النهاردة، اختراع يتسجل للتاريخ. ده توم حلو قوي، بحط في التوم هنا شوية كذا معايا عشان الجو ده حلو قوي. معلقه فلفله حلوه. بطعم انا البيتزا اهو، ما انا مش حاطط جبنه بس انا اخلي الولاد ياكلوها. واحط على الفلفله الحلوه والثوم شويه زيت زيتون. صلى على الحبيب بقى عشان قلبك يطيب. زيت زيتون معلقتين تقريبا. زي الفل. الله اكبر. بحط شويه فلفل اسود صغيرين كده عشان افتح الشهيه، واقلب الخليط ده كده بسرعه وانزل بيه على وش البيتزا. ده بديل لطعم الجبنه. حلو قوي. ووزعه كده بالتساوي على وش البيتزا. درجه حراره الفرن عندي 180. حلو قوي. دي غير الصلصه اللي انا حطيتها تحت، الموضوع هنا مختلف. يا دلعك ويا شقاوتك ويا ابداعك يا مغاز. تحميره التوم مع الزعتر مع زيت الزيتون مع الفلفله الحلوه مع الفلفل الاسود اللي انا حطيته، طعم هنا مختلف. دي فطيرة، بس فطيرة كلها معاني، كلها خبرة طهوية. درجة حرارة الفرن عندي 180. اللهم صل على النبي. ندخلها الفرن؟ يلا بينا. مكانها فين في الفرن؟ مهم جدا على فكرة. لا لا تكذبي. هو ده. الله عليك يا ولدي. بنشيل الشبكة دي كده وهي طبعا سخنة، احنا متفقين مع بعض. اللهم صل على النبي. وتتحط في أرضية الفرن. عيني. سجل يا تاريخ، بيتزايا فيها تفاصيل كتيرة، أفراد الأسرة كلهم صغير وكبير هياكلوا منها، العجينة فيها خبرة طهوية، فيها دي أسمر دي أبيض، خليط من الاتنين،
شفناه عملناه بالمشروم، واحنا عارفين المشروم بروتين نباتي لطيف. معانا صدور فراخ، مخرجنا كان عايز يحط على وشها. ايه الدلع ده؟ لا 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 لا، شوف التفاصيل، السر في الطاسه والمغازي جاب الخلاصه. شوف التفاصيل اللي معانا، خلي بالك صدر الفرخه هنا بيقول لك فين البطاطا البوريه اللي انت وعدتني بيها. شوف التفاصيل هنا، بص بص بص، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اه اه اه، شوف اللون ده، شوف اللون اللي يجوع ده. اه اللهم صل على النبي، حلو قوي. اه زي الفل. في طريقتين بقى، مش بتعمليها دايت، مش عايزاها هيلسي، معلقتين حليب مع شويه كريمه لباني بتحطيهم وتغلوه وتقدميها. عايزاها هيلسي زي ما انا بعملها دلوقتي، هتخليها زي ما هي كده، وناخد الصوص اللي باقي من الفراخ ده كده نديله فليفر تاني وتقويم تاني. الكلام ده هنشوفه بعد الفصل زي انتوا حابين. ايه رايك؟ ايه الصوره الحلوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الابداع ده؟ انا مش هاجي جنبها، انا هسيبها كده واطلع بقى زي ما هي. تابعوني بعد الفصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيرة. بنعمل بطاطا بوريه. طبعا أنا قلت في البداية خالص البطاطا دي اتعملت إزاي. طبعا حضراتكم شطار فيها لأن كلنا مفطومين عليها، طبيعي، ولما بنكبر في السن بنحبها، سبحان الله لتنظيم الحياة. ليه بقى؟ سريعة المضغ، سريعة الهضم، تقدر تضيفي كل العناصر الغذائيه اللي انت حباها. يعني اذا احنا عايزين اكله دسمه مع بطاطس زي دي كده، بنحط زبده، بنحط كريمه لباني، بنحط حليب، ده اختياري، طماطمايه. اهي 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 يا باشا. اهي ازودها لك. اهي حبيبي. اهي حلو، يعني ده اختياري حسب الرغبه. حابه انك انت تحط عليها كرفس، كزبره خضراء، ماشي، هي البطاطس تكون جاهزه عندك بالتفاصيل بتاعتها. حلوه زي الفل كده، تمام. طبعا دي مش محطوط لها لا كريمه ولا زبده، بس بصراحه يعني ما اكذبش عليكم، البطاطس البوريه لو ما خدتش كريمه وزبده وشويه حليب كده وانضربت في الخلاط تبقى تحس ان هي ضعيفه مسكينه. هناخد صدور الفراخ دي كده، يا حلاوه. الله الله. انا عايز الصوص ده، عايز الصوص ده اعمل بيه شغل جامد قوي. شفت الحته الفراخ دي يا ولي؟ دايبه 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 دايبه، خليها هنا المضرب ده كده. الصوص ده اللي انا عايزه. هناخد هنا شويه بوكي جرنيه من اللي موجود عندي، بس خلاص سريع التقليب كده. ده البهريز بقى، ده نتيجة التوم، البصل، البهارات اللي أنا حطيتها، الصويا صوص. شفت القوام ده كده؟ تسيبيه يغلي على النار. الريحة بتاعت الصويا صوص ظاهرة مع البخار اللي طالع، لطيفة وجميلة. وتتأكدي إنك أنت خدت كل القاع اللي موجود في قلب الطاسة. بالمضرب كده. بالمضرب. دي هتحتاج كمان شوية ايه؟ سائل. بس خلاص. التقليبة دي مهمة. من مصروف البيت تشتري مصفة لطيفة كده للحاجات ديت، غير مصفة العصير تبقى موجودة عندك، الصوصات اللطيفة دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده. ناخد صدور الفراخ دي بقى نقطعها بشكل حلو كده، الله الله الله. ده نازله ازاي؟ لا دلعني بالله عليك، بالله عليك، انا عايز اشوف التفاصيل دي. اهو اهو اهو، شوف التفاصيل دي كده اهو يا ام احمد. اهو يا ام احمد، شايفه السكينه نازله على صدر الفرخه ازاي؟ اهو اهو اهو. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا يا اختي، كل سنه وحضرتك طيب وانت طيبه السنه الجديده، كل الساده المشاهدين بخير يا رب. انا بشكرك والله على كاسك الجميله دي، وعايز اعرف اللي حضرتك دخلتها الفرن ده عشان لسه فاتحه التلفزيون، هي دي بيتزا؟ دي بيتزايا كده معموله بالدقيق الاسمر ست الكل. طب ممكن تبقى تقول لي طريقتها؟ حاضر عينيا، نشوف مقاديرها على الشاشه دلوقتي. حاضر، اشكرك. شفت الفراخ طبعا، علشان تاخدي السلايز اللي انت عايزاه او الشريحه اللي انت عايزاها دي لازم تبرد عشان الماده الجيلاتينيه. ما هو المطبخ ده علم يا اخوانا، المطبخ ده علم، فعلشان تاخدي الشكل اللي انت عايزاه من صدر الفرخه ده كده زي ما بتشوفيه في البوفيهات المفتوحه، ده لازم الماده الجيلاتينيه اللي داخل صدر الفرخه وصدر الديك الرومي تاخد عمليه التبريد. نبدا نقطعها زي ما احنا عايزين. شفت السكينه؟ حلو. تاني؟ الله، يا سلام، ده لو صدر ديك رومي بقى زي ما هي كده. لسه ما خلصتش. حلو قوي الجو ده. ناخد الصوص بتاعنا ده كده. شوف بقى الحلاوه، شوف الجمال، صلي على الحبيب قلبك يطيب. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ قال لك الميه تروي العطشان، الابداع والفن بيروي العقول. هو ده هو ده هو ده. مصفى بالشكل ده كده بتكون موجوده عندك، اديك التفاصيل دي كلها. جيبي بالشوكه كده وتنزلي. الله، شفت الحلاوه دي؟ لا ده الموضوع هنا محتاج وقفه، محتاج نقول ان المطبخ ده لازم نخش بحب. البهريز ده انا مش عايزه. ده كفايه قوي عليها زي الفل، واشيل ده بديله بس، خلص الكلام. جرنش بتاعي معايا شويه طماطم حلوين زي دول كده، زي ما هي ما تقلقش، انا عارف الصوره حلوه عجباك. شفت دي بتاعتك انت. الاولاد الصغيرين لما يشوفوا الحاجات دي على السفره بتعجبهم. بس خلاص، خلي الطماطم دي شويه، ريحان حلوين، شويه بقدونس، ما عندكيش ريحان زي ما انت عايز، هتشيل ده من هنا. تعالوا نعمل شوربه الطماطم مع بعض سريعا كده، عايزين نعملها بالرز سهله. انا هريحك والله، هدلعك، وانا عارف انك بتحب الحاجه الحلوه. حلو زي الفل. تعالوا مع بعض نعمل شوربه الطماطم. اللهم صل على النبي. حل على النار شديده الحراره، معانا الطماطم مضروبه في قلب الخلاط، قليل من زيت الزيتون، دي شوربه سريعه كده لطيفه اهو، طاسه سخنه الحمد لله، زيت زيتون، فص ثوم لطيف حلو، ركزي في الموضوع هنا اهو، شفت التركايه دي كده؟ مع فص الثوم ده يا عم الشيف بحط معلقه سكر. ايه الجمال والدلع ده يا مغازي؟ ايه الجمال والدلع؟ معلقه سكر، هو ده الكرمله، الكرمله مع طعم صوص الطماطم. لسه ما خلصتش، مش هحط هنا ملح، هحط شويه صويا صوص. يا ويلي يا ويلي يا ويلي، هو ده المطبخ. الله الله الله، صل على الحبيب قلبك يطيب. شرب الطماطم بطعم تاني. صوص الطماطم. يا ويلي، خلصت. قلبها. لا كريمه لباني ولا كرفس، دي شوربه طماطم بطعم تاني، صويا صوص، التومه اللي اتحمرت مع معلقه السكر والكرمله في ليفر تاني. كل اللي انا هحطه هنا عينيا، هحط شويه رز هنا صغيرين كده واسيبهم ايه يعيشوا اللحظه. بس خلاص، خلصت الشوربه بتاعتي. بغذيها بشويه بوكي جرني من اللي موجود عندي. وشوربة الطماطم بطعم تاني، وبكره لو عملنا شوربة الطماطم هنعملها برضو بطريقة مختلفة، بعد بكره نعمل شوربة الطماطم هنعملها برضو بطعم مختلف، وهكذا على مدار السنة. طالما في أسس علمية طهوية فنية دراسة علمية. حطيتي صويا صوص، لا تحطي لا كمون ولا كزبرة ولا تحطي ملح، تكتفي بالتومة ومعلقة السكر
اللي انا حطيتهم في البدايه خالص مع زيت الزيتون. خلي هنا الصويا صوص مع التومه يبقى الريحه بتاعتهم وشخصيتهم تبان مع شوربه الطماطم. وشويه الرز طبعا اللي انا حطيتهم اساس الرز المصري ده اللي هيعلي القيمه بتاعتها. نشوف البيتزا مع بعض. ايه الاخبار؟ نفتح نبص نشوف الحلاوه. صل على الحبيب قلبك يطيب. جاهزه؟ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هو ده. هو ده. لا العجينه مش بتهزر بقى. احنا مش بنهزر يا غالي. بص على الحلاوه، بص على الحلاوه، شوف 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 بص. بص اه 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 بنقدمها على النار او على البوتاجاز. يعني خدت صدور فراخ، شفت حضراتكم انا شوحتها ازاي وتبلتها ازاي، بدات تاخد اللون، تاخد الاحمرار، تاخد الشكل اللطيف، مع بطاطس بوريه سلقت بالقشره بتاعتها، قشرتها بعدين هرستها بالشوكه وخليتها على جنب. ما هتطلعش لا كريمه لباني ولا زبده، ولكن استبدلت الكريمه اللباني والزبده بان انا اهتميت بالصوص اللطيف اللي احنا قدرنا نكونه نتيجة تسوية الفراخ، وخدناه مع بعض بشوية نشا وشوية حليب قليل الدسم، حطيناهم ادانا القوام اللطيف الحلو اللي بيسموه في الفنادق والمطاعم الديميجلاس صوص. الديميجلاس صوص هو ده اللي موجود مع الفراخ. حطيناه على البطاطا البوريه بتاعتنا اللطافة والجميل، اللي انت لو كلت الطبق ده بره هتدفعي فيه مبلغ وقد كده. حلو الكلام؟ معانا البيتزا بتاعتنا اللطيفة الحلوة، عملناها بالدقيق الاسمر، وشايفين تفاصيل الدقيق الاسمر مع بعض، تلاقوا الاطراف العجينه مش المعتاد، معاها صوص طماطم داخل فيه عين الجمل عشان اوميجا 3 وتبقى غنيه كمان تعلي الذاكره عندنا وتفيدنا مع بعض. معانا شوربه طماطم حلوه هنقلبها تقليبه ونقدمها، لان عندي صوص الطماطم انا مسويه قبل كده، فانا حبيت بس اعمل التركايه بتاعت زيت السمسم مع الصويا صوص والتومه اللي شفناها مع بعض، عشان يبقى هنا شوربه الطماطم لها طعم تاني خالص. حاجة لطيفة كده وجميلة، لا فيها لا توم ولا فيها كزبرة ولا فيها كريمة لباني ولا أي حاجة خالص. نعم يا غالي، ده أودني عينها أخضر. أنا حطيته كده يعني فزلكة زي ما بيقولوا يعني. أغلوة بس كده وهنشوف نطلعها مع بعض. ولكن صوص الطماطم عندي أنا مستوي قبل كده. للأمانة يعني عشان يبقى برضه المصداقية شعرنا على شاشة القناة الأولى. ولكن حبيت أعمل التركاية بتاعت الطاسة. مقادير شوربة الطماطم على الشاشة، مقادير بسيطة وسهلة، والصورة الحلوة دائما مع خبرة طهوية تتحدث عن نفسها. طماطم ضربناها في الخلاط، الشيف المغازي مسبكها من قبل عشان نكسب وقتنا، وقتنا من ذهب على شاشة القناة الأولى. وبعدين عملت التركاية، جبتها وحطيت معلقتين زيت زيتون مع فص توم، استنيت على التومة بس لما تاخد لون كده، ونزلت بالصويا صوص، طبعا مفيش مكان للملح بينا، ونزلت بعد كده بمعلقة السكر عشان الكرملة بتاعة السكر والطعمة، وفي نفس الوقت كمان هتقينا من الحموضة. الطماطم كلنا عارفين مشاكلنا مع الحموضة في الطماطم مش لطيفة، خاصة لو احنا ما ضفناش سكر. بنشرب شوربة طماطم، بناكل بيتزا وهكذا، بناكل مكرونة بالطماطم وهكذا. الشوربة جاهزة زي الفل. الله. لا مش هحط نشا بقى، ولا نشا ولا دي ولا اي حاجه خالص. مطبخ صح النهارده. زي الفل. الله، هو ده الكلام. شيت شوربه يعني زي ما قال الكتاب. عيني. حاضر. حاضر. مخرجنا عايز يشوف الشوربه وهي نازله كده. سامع الصوت ده؟ سامع الصوت الجامد ده؟ هو ده هو ده هو ده هو ده. الله، بس خلاص. مطبخ صحي صحي بنسبة كام يا مغازي؟ تقريبا بما يرضي الله ورسوله، يعني عشان يبقى في مصداقية، تتعدى 80%، يعني تنسيق مرحلة أولى، خش الجامعة اللي أنت عايزاها. حلو الكلام؟ رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضاء المصرية، ومش حارمينكم من حاجة، حتى يوم الأحد من كل أسبوع أكل صحي للي حابب يخلي عنده كده شوية لطافة وشوية رشاقة وشوية أناقة وصحة في الأكل الصحي بتاعنا اللي بنعمله دايما. يعني الكلام ده منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.
We'll be right back.